اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد معكم سعد. بفيديو اليوم راح نلعب لعبه كثير رهيبه اسمها ابيس. الفكره من هاي اللعبه انه انت لازم تدمر المدينه، يعني راح نستمتع كثير. خلينا نخش على طول باللعبه لانه كثير متحمس افجر مدينه. ليتس جو. طيب يا جايز، هاي هي اول مرحله. بقول لك هولد رايت ماوس تو روتيت. اوكي نايس، بعلمنا كيف نحرك. سكرول تو زوم. اوكي سريع التعلم. انا جيمر، انت شو مفكرني يا زلمه. نيو بارت الترا كيوب. من هنا بنختار الكيوبات، نبني اول صندوق او اول مكعب. وات ليش ما زبطش؟ ليش هيك؟ تمام مفروض 100%. تمام اوكي. واو، نبلش بالمرحله الاولى. هيك خلصنا من التوتوريال والتدريب والاشياء. في معنا هاي المعدات الموجوده معنا، معنا هذا الاشي اللي هو مكعب بس طويل، يعني برج هيك تقريبا. الهدف انه احنا نضرب هذول الاشياء البرتقاليات عشان تنفجر المدينه كلها. تنفجر شو المدينه؟ تنفجر البنايه كلها. هذا اللي معنا اللي هو اسمه الكونكتر، عشان بتسويه زي هيك. لما تيجي تحط الكونكتر انه بنقدر نبني جنبه، شايفين كيف؟ ما نبني على طول عليه، بدي زي هذا. ايش هذا الحوت اللي طاير؟ نقدر نبني زي هيك، شفتوا كيف؟ بالعرض. which is nice. نقدر نحطه بالعرض، مش عارف اذا بنقدر. لا ما اتوقع. احنا هدفنا انه نوصل لهذول، بس نحتاج انه نرفع كمان شوي هيك، كمان واحدة. طيب نجرب هيك، بنوصل مش بنوصلش؟ احكي له جو. لا يا اخي ليش ما وصل؟ حلوين والله، فكرت انه راح هيك ينهار بس ما نهارش. اوكي استنى شوي. نقيم هذول شوي، بدنا الوزن يكون لقدام اكثر، فاهمين علي؟ نحط هنا كونكتر، بدنا وزن اكثر لقدام. توقع هيك الوزن صار اكثر لقدام صح؟ ليش هيك بتنطعج بالجنب بس؟ حلو نايس. لا ما هو مش منطق هيك. كيف تفجرت من النص؟ من ما تفجرت شو هالبناية القوية هاي؟ هاي هيك من اول مرحلة. انا شفت انها قبل شوي انطعجت للجنب. توقع انه هنا الوزن اكثر بكون، فبصير يا اخي ليش هيك بتنقسم من النص؟ وقعت. نايس حلو، تدمرت تقريبا كاملة. هذول ليش لسه واقفين؟ والله لسه محافظين. والله اللي بان العمارة هاي انه بنيها بقوة. خلص كومبليت، خلص نايس، احنا عديناها. دمجنا منها 73%. ون موف كذابين، مش ون موف، صار لي ساعة بعيد. اقول لك فجر القاعدة عشان ايش؟ تخلص من العمارة كلها. فحركة ذكية. نحط اول اشي هاي كويس، اعطونا واحدة بالعرض. نحاول انه نحطه هيك. لسه اول مرة انا قاعد بكتشف معكم تقريبا يعني. لا مش هيك كان، مش هيك المخطط، بس نايس. خليها في هنا. عندنا جزء ثاني لو تلاحظون، شايفين؟ اتوقع الخطة انه احنا نفجر هذا وهذا يقع هنا. بوصل؟ مستحيل يوصل، ما بوصل. نجرب احنا، بس بدنا نحط اوزان اكثر لقدام. هذا ايش الهيفي بيم؟ هيفي. اوه استنى استوي، اتوقع انه هذا زي هيك زي ركيزة. شو المصطلحات اللي بتحكيها يعني؟ ايش يعني ثقيل عشان ايش؟ البناية ما تميلش لهي الجهة، تميل للجهة الثانية. نايس صح، ركيزة. حسيت حالي استاذ عربي. خلص نجرب هيك مبدئيا. شايفين زي ما قلت لكم؟ تخوث ولا قلت لكم ايش انا؟ يلا هي دقيقة حيو. بدك تقع؟ على راحتك. شفتوا كيف؟ كنتش حسبه، كنت بدي اعيد انا، حطيت كلير. هذا ما تقوليش انه راح نفجره هذا، والله صعب يا اخوان. طب اللي يسوي اللعبه يعني حط اول مرحلتين ثلاثه عادي، سهلات الواحد يعرف يتحاكى. نعيد كل شيء. نحط الهيفي هنا حلو، ونحط هيك بعدين نحط هيفي ثاني هنا. اوه اكتشفت شيء، نسويها زي كانها شاكوش هيك وبتنزل صح؟ ان شاء الله انها توصل. لا ما فكرت هسه بصراحه تقع. استنى شوي انت كلير من اولها. يا سلام على الذكاء، والله انه مدمر طاحن. انا هاي الارضيه هسه بتصير الا اتوقع يعني، لانه مستحيل نوصل من هنا لهن. كلير نايس صارت الا زي ما توقعت. طيب نحاول نحط احنا على الحفه اكثر اشي، نفس الاشي الحركة اللي علمونا اياها باول فيديو.
هيك. لا هيك اكثر اشي بنقدر نوصل له حقيقة. طيب هيك اتوقع انه كل اشي تمام وبنوصل ان شاء الله. انه بنوصل صح؟ بين انه بنوصل ان شاء الله. يلا بالضبط عليها اجت. والله انه والله نحكي عن حالي خرافة وذكي وهيك. نايس بداية موفقة. نو كيفت انا. خلصنا المرحلة الثالثة طبعا دستورة 100% فكا وقف واحد 99 كنت بدي افجر الدنيا. نيكست ليفل المرحلة الثالثة. اوكي بحكي لك اشو انا لسه ما شفتش وقاعد بقول لك بحكي لك. اوكي نايس في انا اشي بنحطه بصير يلف. نايس بنحط ال حطه هيك على طول. لا بس بدنا مكان مرتفع ولا احنا مش محتاجين مكان مرتفع لانه دمر ولا الارضية هذا طايرين على صواريخ. كنت بدي ادمر القواعد بحركة هيك بتلفلف. نجرب ثاني والله اللعبة هاي انها للمهندسين. نحط احنا هيك نجرب مبدئيا. سوي زوم شوي هيك. نايس بنحط كونكتر عشان نشبك بالجنب. نايس بعجبني ذكائي يا اخي والله بعجبني ذكائي كيف بفهم اللعبة بسرعة. بنحط هنا هذا ايش شابك بالارض. بدناش يشبك في الارض. هنا هيفي كيوب. هيفي كيوب كويس ان انتبهت. لازم نحط الهيفي كيوب هنا لو اتوقع اذا هسه راح كله يميل لهذا الجانب اللي طلع. هذول مشبوكات في الارض اذا وقعنا الارض مشكلة. فخلص نجرب نحط هاي ظلت معنا كونكتر. نحطها مش خسارة ونجرب. يا سلام على الذكاء. يا سلام. اوكي نعيد صدمت من اللي صار. هذا كمان هيفي. نحاول نخلي التركيز بالنص هيك. الاشياء الثقيله نحطها بالجنب. هنا الترا ايش هيفي والترا هيفي وتهبلوا علي شوي. لازم هيك تكون. لازم تكون شوي منه طالع لورا. بدنا كونكتر بعدين هيك نفس قبل شوي ما سويت. اتوقع انه راح يصير اشي. لف هذا ليش ما يلف. هاي لف. لا بس بعيد. لمس لو حطينا الكونكتر اللي ظل معنا. شوي بدنا نعيد. خلص حليناها. جو احكي له لف. لمسه. نايس خلص لمسنا دمرنا ام المدينة. هذه اللعبة هاي يعني كثير صعبة انت لو تجربها مش راح تعرف بس لانه انا شخص ذكي جدا. 100% destroyed بي وان موف. صواريخ. واو حلو عجبتني الفكرة. اذا صاروخ واحد هيك ايزي كتير ايزي. نحطه هيك نحط واحد هنا ونحط صاروخ. ولا لا استنى شوي نحط هيك نحط واحدة في العرض هيك ونحط الصاروخ هنا. احكي له جو. يلا ايش هذا استنى ما اطلقوا بسرعة ليش بس تنزل لتحت. ثواني عيد لي اياها. بس على فكرة فجرنا الدنيا كلها مع انها حركة صغيرة بس لن ارضى. ايوه هيك الحركات الحقيقية. ما فجر الشهايب ما خبطش ولا في واحدة من هذول يا اخي. لو بقدر اتحكم فيه اطفيه واشغله. استنى طفيته وشغلته وطفيته. استنى عيد شفت شو صار. كبست عليها مرتين طفى واشتغل صح. نسوي زوم شوية حبتين زوم ونقول له جو. نايس هذا هو الانفجار. This is the انفجار. خلاص هسه كومبليت. اذا بتحكي لي مش 100% راح افقع وجهك. ماشي ليش. طيب يا جايز احنا هيك بكون خلصنا العالم رقم 1. فاذا حابين نكمل في العالم الثاني وورد 2 اكتبوا لي في التعليقات. شكرا كثير لكم على المشاهده وبشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.